الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمي وعلى آله وصحبه وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه واقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم ألهمنا العلم والعمل والإخلاص اللهم ألهمنا العلم والعمل والإخلاص اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم تجاوز عنا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اجمع كلمة المسلمين اللهم قوي شوكة المسلمين اللهم وحد صف المسلمين اللهم يا ربي اللهم يا ربي إنا نسألك أن تحفظ كل بلاد المسلمين وعلى رأسهم بلاد السودان مما يحاك له من تقسيم وتمزيق يا رب العالمين ثم أما بعد أيها الإخوة الأفاضل أيتها الأخوات الكريمات لعلكم تتابعون ما تعج به وسائل الإعلام في هذه الأيام حول القضية الآن الشاغلة بال البلاد الإسلامية وهي قضية السودان وقضية السودان أيها الإخوة ليست موضوع خطبة اليوم فقط إشارة لأنني سأواصل فيما بدأته معكم من أسبوعين قضية السودان أيها الإخوة هي تجربة في طريق تمزيق الأمة الإسلامية جمعاء والمقصود ليس السودان يقول الدكتور عبد الله النفيسي أستاذ العلوم السياسية يقول أن الهدف هو من خلال العراق الذي قسم ومزق الهدف هو مصر مرورا بالعربية السعودية مرورا بأرض الحجاز مزق لبنان مزقت فلسطين مزقت أكثر من بلد أثاروا فيه النعرات والقبليات واللهجات واللغات والأعراق وها نحن الآن نرى استفتاء كما حصل الاستفتاء في أندونيسيا حول جزء من بلاد أندونيسيا وأندونيسيا إذا كانت قد تميزت ولا تزال أنها أكبر دولة إسلامية في العالم اليوم أخذ منها شطر بحجة ماذا؟ حرية الاختيار وها نحن نرى هذا الديدن يمر عبر مجموعة من الدول لتمزيقها وهي ممزقة وهي أصلا ممزقة لا يعقل أن دول غيرنا تعد بالملايين
وبعض الدول الإسلامية تعد بالآلاف سكانها، يعدون بالآلاف. ونحن نرى الآن المنظومة التي ننتمي إليها، المنظومة الأوروبية، تتوحد. ولعل في بداية هذه السنة التحق بالركب الأورو، بركب اليورو، ما يسمى بدولة الإستوني في فاتح يناير من 2011، التحقت دولة جديدة بكوكبة ما يسمى بالعملة الموحدة. وهي أوروبا التي عاشت قرناً من الحروب التي رأيناه وقرأناه، وعاشت حتى قبل هذا القرن، القرن الماضي، حروب دامية، تتوحد وتعطي يد المساعدة، البعض يعطي يد المساعدة للبعض الآخر. التوحد هنا والتفرق هنا. وغدا ويوم الأحد نتائج الاستفتاء ظاهرة. ولو أفتى علماء المسلمون بأن علماء المسلمين بأن المشاركة في هذا الاستفتاء والجواب بنعم يعني بالانفصال يعني حرام حرام حرام، لكن المسألة الآن تجاوزت العلماء، تجاوزت العلماء، بل أكاد أقول أين كنتم أيها العلماء، أين كنتم أيها العلماء؟ ها هو السودان الآن يوم الأحد سيصير سودانين، واليمن سيعود يمنين كما كان، الجنوب والشمال وغيره، والدائرة دائرة، والدائرة دائرة. فنحن نرى أيها الإخوة نلاحظ ونقول ماذا أصاب هذه الأمة، ماذا أصاب هذه الأمة؟ تتمزق وتتشتت، وغيرها من الأمم يتوحد، مع العلم أن ما كان بين هذه الأمم من حروب ونزاعات تفوق أكثر بكثير مما وقع بين الدول العربية والإسلامية. أيها الإخوة، قد نعود إلى هذا الموضوع لأن سيشغلنا، لأن الآن الدائرة دائرة حول كما ذكرت. ولعل مصر الآن، سمعت الآن الأخبار هذه الصبيحة وأنا نازل يعني من طيارة من المغرب، صبيحة الآن رئيس دولتنا يتكلم كلاما خطيرا، والله لا كلام خطير، عجيب، كلاما خطيرا، يقول على أن هناك سومونتران داسيستي لبيغاسيون إثنيك دون إيجيبت ليغال. منذ متى؟ منذ متى كان النصارى في مصر مضطهدون؟ يا سبحان الله، يا سبحان الله. الشيخ القرضاوي عنده قصيدة في هذا، في هذا الموضوع، وهو من أصول مصرية، فيقول أن النصارى في مصر وهم قلة يحكمون ولهم نصيب بالبروبورسيونيل، بالنسبية لهم أماكن أكثر بكثير من غيرهم من الديانة الأخرى، وهم أبناء البلد، وهم عرب، وهم ينتمون إلى حضيرة الحضارة الإسلامية العربية. لكن وقعت واقعة، وهذه الواقعة نستنكرها ونندد بها، لا يمكن أن نتشفى في أحد. الذي جرى في مصر ولكن لأن الضحية نصراني فتقوم الدنيا ولا تقعد، وعندما تكون الضحية، عندما نكون نحن الضحية، من يتكلم علينا نحن؟ أبدا. فنقول سبحان الله العظيم، mais non, rassurez-vous, il n'y a pas d'épuration ethnique. L'épuration ethnique, nous l'avons vécue ailleurs. عشناها في إسبانيا محاكم التفتيش، عشناها في البوسنة والهرسك، عشناها وشفناها. 60,000 اغتصاب، 60,000 اغتصاب، 60,000 فيول عفوا، عشناه وشفناه في نهاية القرن الماضي. لكن ما عندناش بيغاسيون، عملية إرهابية قام بها الله أعلم من قام بها، لكن احنا غنأدي الثمن. ونولي احنا ننظر إلى نصارى مصر وإلى أقباط مصر وإلى نصارى العراق وإلى نصارى سوريا وإلى نصارى لبنان، ننظر إليهم نحن كمسلمين نظرة احتقار وازدراء. أين كان هؤلاء الذين يدافعون عن النصارى عندما دخل عمر بن الخطاب القدس؟ أرى لو كانوا بغينا نحكوهم واش حتى اليوم؟
ياك حكمنا 12 القرن الإسلام دانت له الرقاب وسير أمور الدنيا، أمور الدنيا، لأن في عهد عندما كان الإسلام حاكما كان هو في المقدمة، كان هو في القاطرة. أبدا ما كان وما جال في خلد أحد أنه غادي يقضي على النصارى وعلى اليهود وعلى المسيحيين وعلى أبدا أبدا، إنما التعايش هو الأساس والسماحة هي الأساس. فالذين يدافعون على نصارى مصر، وأعجبني القس الفلسطيني عندما تكلم من فلسطين ولو حرق على فلسطين وهو نصراني، تكلم معلقا على هذه الأصوات التي بدأت الآن تتكلم عن إيش، عن الدفاع عن نصارى الشرق، فقال: نحن لا ننتظر دفاعا من أحد، نحن لا ننتظر من أوروبا ومن غيرها أن تدافع علينا، إنما نطالب المسلمين اسمعوا مزيان، نطالب المسلمين أن يحترموا دينهم، أن يحترموا دينهم وأن يلتزموا بدينهم، لأن دينهم هو الذي يملي عليهم الإحسان إلى الذمي والإحسان إلى النصراني الذي فهم هذه اللعبة. فإذا أيها الإخوة، للأسف الشديد ونحن نواكب السير ونرى ونتابع ما يجري، فنحاول ماذا أن نقرأ بين السطور، فنرى أن هناك برنامجاً خطيراً، برنامجاً شيطانياً، برنامجاً جهنمياً لتمزيق الممزق وتشتيت المشتت والعياذ بالله. فنسأل الله تعالى أن يحفظ الإسلام وأهله، أن يحفظ الإسلام وأهله. إخواننا الكرام، ونحن الآن نكاد نقول في مأمن، وإن كان دابا الآن تدخلوا الآن في دون فوبوال، ما بقاش الآن قضية تدخل في سيت انترنت غير في لابوات ميل نتاعك، الآن في خبر أن كيروج كله لا باربغي دي مسلمان، أنهم كيدبحوا الحيوانات حية. أما اللي كيدبح بلاد محي ما كاش اللي يهضر عليه، اللي دبح الآلاف المؤلفة في العراق ما كاش اللي يتكلم عليه، اللي ذبح الناس في فلسطين وفي غزة، اللي دمر غزة على أهلها، هذو ما عندهم حق الحيوان لا، لكن البقرة ذبحناها هاري بغبغ، هم احنا المعزة ذبحناها وكأن احنا اللي كناكل اللحم، كيني كياكل اللحم وكيفاش كيذبحوا الاخرين؟ الآن فيه كلام كيروج، يعني راه كيجري قضية ايش، يعني il y a toute une pétition الان qui circule انه ces barbares qui sont les musulmans et qui sont en train de faire souffrir يعني les animaux. عجيب، نقولوا احنا كل خلكم ان هل العلم، المعايير العلميه الان تقول ان الذبح اريح للحيوان، الذبح اريح للحيوان، لكن هناك ايها الاخوه مجموعات ضغط الان تشير، ثم كلام ديال الكلام السياسي اللي سمحناه من 20 يوم، قضية أن المسلمين يعني راهم كي يعني يسميتو الأوكوب، سون دي زوكوبان، أنهم سميتو كيستعمروا البلاد، وغير الكلام اللي كنسمعوه الآن من حين لآخر. فنقول أيها الإخوة، مع هذا نحن نعتقد أننا في مأمن والحمد لله، الله يديم علينا الستر والنعمة، لا تسألوا لقاء العدو. لكن أيها الإخوة، ونحن نقول أننا جزء من هذا المجتمع، لكن لنا أصول ولنا بلدان أصلية، طبعا يؤلمنا ما يجري فيها. لا نقول احنا ما يهمنيش اللي كيوقع في السودان، ما يهمنيش اللي يوقع في المغرب، ما يهمنيش اللي يوقع في مصر، ما يهمنيش اللي يوقع في العراق، لأن التصور تصور شامل، وأن المقصود في النهاية هو أنت وأنا، المقصود في النهاية هذا الدين. دونك افوار يعني à regarder ce qui se passe dans le monde musulman aujourd'hui. Commençons par le Soudan, dimanche prochain.